انا الفيديو في حد كان ماشي معاه زي ما كانت طياره وجري حوالي 4 او 5 ماشيين معاه جري جري بس. جري ساعه ما هو دخل كده راح هو جري كده لابس تيشيرت اخضر. ده يا جماعه انا عايز اقول حاجه برضه هي يعني هو عمرها طبعا. محامي قاتل نير أشرف يفجر مفاجأة من العيار الثقيل. للمرة الأولى محامي قاتل نير أشرف يكشف عن ثغرة خطيرة في القضية. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ربنا ربنا رايد ان هو ان هي تعيش كان عمل اي حاجه، كان عطلوا عن الميكروباص ما لقاش، كان حصل له اي حاجه، كانت نيره اتاخرت، كان اي حاجه كان نيره جريت. محامي قاتل نير اشرف يفجر مفاجاه من العيار الثقيل. قال المحامي اشرف نبيل محامي المتهم بقتل نير اشرف فتاته جامعه المنصوره في مصر والمحكوم عليه بالاعدام من محكمة أول درجة أنه وضع يده على ثغرة ستبطل حاكمة موكله والحكم صدر بالاعدام 3 ثواني فقط من واقع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة. وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عدي برمتها وتبطل الحكم الصدر بالاعدام وتستوجب نقض الحكم وفقا لصحيح القانون. وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية فقد كشف نبيل أنه يعكف حاليا على كتابة ذكرت الطعن بالنقد على حكم الاعدام الصدر ضد موكله، وجاء في مذكرة الطعن 7 أسباب لنقد الحكم ستحمل مفاجآت تهز المجتمع المصري. وقال نبيل: ننبه ونشدد في التنبيه على السادة مستخدمي الفيسبوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل أو تعليقات بأي من الصور التي تتناول الإساءة بالمجن عليها رحمها الله أو أسرتها أو من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها، وإلا سيتعرض للحذف من جانبنا. وأضاف: ونشدد في هذا التنبيه عدم ارسال اي رسائل او تعليقات تشمل الاقتراحات والاراء ووجهات النظر التي يدعي البعض انها ادله قد تفيد في القضيه مدعومه بفيديوهات وخلافه، فمكتبنا ليس بحاجه الى ارائكم واقتراحاتكم وان كانت مجهودا نشكر لكم لانه يسبب لنا الازعاج دون داعي. وتابع: لن نسمح ابدا بان يتخذ من صفحتنا محاوله لتدشين فريق ليناهض فريق اخر بين مؤيد ومعارض، فالدور الذي نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي إلى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز أو الانقسام أو الانضمام لمناصرة فريق على فريق، فدورنا هو ملف القضية. وأعرب نبيل عن بالغ تعازيل أسرة الضحية نير أشرف رحمه الله وبلغ مؤازرة لأسرة المتهم في مصابهم وما يمرون به من أوقات عصيبة، وعان الله على إظهار الحق وتحقيق العدل منزهين على أي هول أو ميل. للمرة الأولى محامي قاتل نير أشرف يكشف عن ثغرة خطيرة في القضية. كشف المحامي المصري أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف فتاة جامعة المنصورة في مصر عن بيان أصدره قبل إيداع مذكرة النقد على حكم الصدر بإعدامه. وقال في بيانه: ننبه ونشدد في التنبيه على السادة مستخدمي الفيسبوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل أو تعليقات بأي من الصور التي تتناول الإساءة بالمجن عليها رحمها الله أو أسرتها أو من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها، وإلا سيتعرض للحذف من جانبنا. وأضاف: ونشدد في هذا التنبيه عدم إرسال أي رسائل أو تعليقات تشمل الاقتراحات والآراء ووجهات النظر التي يدعي البعض أنها أدلة قد تفيد في القضية مدعومة بفيديوهات وخلافه، فمكتبنا ليس بحاجة إلى آرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مجهودا نشكر لكم لأنه يسبب لنا الإزعاج دون داعي. وتابع: لن نسمح أبدا بأن يتخذ من صفحتنا محاولة لتدشين فريق ليناهض فريق آخر بين مؤيد ومعارض، فالدور الذي نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي إلى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز أو الانقسام أو الانضمام لمناصرة فريق على فريق، فدورنا هو ملف بموعد نظر النقد الذي قدمه المحامي الخاص به وأقدم محمد عادل قاتل الفتاة نير أشرف على توكيل المحامي أشرف نبيل أحد أشهر المحامين في مصر للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقد حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي. كواليس وأسرار: هل انسحب فريد الديب من الدفاع عن قاتل نير أشرف؟ انسحاب فريد الديب من قضية مقتل الذي سبق وتقدم به المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقد ضد أسرة نير أشرف اتهامات تتعلق باستخدام بلطجية ووجود محارض على قتل نيرة،
وطالب محفوظ التحقق من الأدلة والمستندات التي قدمها الإعلامي أحمد رجب ببرنامج المهمة الخاصة على إحدى منصات السوشيال ميديا، حيث عرض البرنامج بعض الفيديوهات المصورة والمستندات ومجموعة من شهود وقعة عرض قاتل نيرة محمد عادل البلطجة من أصحاب السوابق بتحريض من أهل نيرة. وادعى الإعلامي أحمد رجب بتعرضه لتهديد من أهل نيرة أشرفة، وصرح محفوظ بتصريحات خاصة لدار الهلال أن تقديم البلاغ رقم 177128 للنائب العام الذي حمل رقم 8528 إدارة المنصورة والتحقق من صحة تلك الإدعاءات واتخاذ اللازم قانونا في دولة سيادة القانون. مفاجأة رسميا، أشرف نبيل يتولى الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نير أشرف. في مفاجأة من العيار الثقيل شهدت قضية المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف فتاة المنصورة، أصدرت مصلحة شارع العقار والتوثيق اليوم الاثنين أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما وتلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هي أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم وأهليته. وفي نفس السياق، كشفت إحدى المصادر أن أسرة المصرية أثرية قد تواصلت مع نبيل منذ أيام وتفاوضت معه ليتولى مرحلة الطعن وتوكيله رسميا في القضية بموجب توكيل رسمي للمتهم، وبذلك يكون أشرف نبيل والمحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم وبمقابل مادي. تأييد حبس 3 متهمين بتصوير جثمان نير أشرف 6 أشهر وغرامة 50,000 جنيه. قضت محكمة استئناف المحكمة الاقتصادية في المنصورة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع غيابيا بالنسبة للمتهمة أنوار ميم ألف، وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين منى ألف عين والمتهم أندرو سينزين برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى في الدعوى الجنائية بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50,000 جنيه، وتأييد ما قضي به في الدعوى المدنية في قضية تصوير ونشر فيديو لجثة نير أشرف طالبة جامعة المنصورة داخل المستشفى. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المستأنفين مصاريف الدعوين الجنائية والمدنية. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50,000 جنيه و20,000 جنيه لإيقاف التنفيذ. وكان مستشار محمد لبيب المحامي العام لأول نيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقاهلية قد قرر إحالة الممرضتين من مستشفى المنصورة التخصصية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب عدم إعدام محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.